لقطاء السويداء من أشباه الرجال، هدول العديمين الشرف والكرامة اللي طالعين من حسرة بقلبهم ما عم يقدروا ينصبوا لهدول الفاسدين، لأنه عم يتهموا السيد الرئيس بالفساد وهني رب الفساد والهيدي هني زعلانين. بس هدول اللقطاء، امبارح واحد بيهدد الجيش واليوم واحد بيهدد مين؟ السيد الرئيس قال بده يعدمه. لك حجمك أصغر بكتير يا صوص. بس انت طالع ليش؟ خدمة بالأجندة الخارجية اللي هي هدفها تقسيم وتدمير البلد، اللي هي عم تحاربنا اقتصاديا اليوم وهي سبب اللي عم بتصير عم تمر فيه البلد. وخدمة لهذه ما تسمى ثورة، وهي عورة ملعوب بخلفيتها، اللي شعارتها الأساسية إبادة العلوية والأقليات طبعا. بس أنا بطمنك أنت وكل عنصري يا لقطاء السويداء وكل لقيط بسوريا عم يطلع ويحكي بهذه النبرة بأنه أيام استضعاف الحيط العلوي والمجازر والإبادات اللي كانت تصير بحق العلوي وليت، والله وليت. نسمعها؟ أي ما رح نسمعها. خليكن عم تمجدوا بأسيادكم عبر التاريخ اللي بتمجدوهن وهني سفاحين، هدول المجرمين اللي على يدهم دم العنصريين من الزنقي صلاح الدين، هدول كلاتهم هدول الى مجاري التاريخ، هدول كل واحد قتل وعمل اجرام عبر التاريخ انتم بتمجدوه، اللي على حق بتكفروه بتعملوه خاين. انتم عقيده خاينه، طبعا النسبه الاكبر منا، عقيده بتحب الذل، عقيده بتبيع الشرفة كرمال الفلس، واللي ما عنده كرامة ما فينا نجيب له اياها.